رئيس مجلس فصلوطة، ما تزال رئيس مجلس فصلوطة؟ نعم، أنا ما زلت رئيس مجلس فصلوطة. أنا اليوم لأجل ظروف أشغال كثيرة في المجلس طلبت من القائم بالأعمال الدكتور جيري صخوري أنه يتفضل أكثر للشغل ويساعدني أكثر في المجلس، لأنه أنا يمكن يكون عندي سفريات كثيرة برية البلد، هو يدير باله على البلد هون بغيابي أنا لما أكون مش موجود. وأبو بشار أدى تجاوب وأدى أعطى اهتمام أكثر وكان إيجابي بهذا الموضوع، فبتأمل من أبو بشارة أنه إيدي بإيده ظل متعاونين وماشي الأمور. وشو شو بتوجه كلمة لأهل فصوطة؟ أهل فصوطة كل عام بهذا الخصوص. أولا كل عام وأنت بخير لفصوطة بالإجماع بمناسبة الأعياد المجيد ورأس السنة. بطلب من الأعضاء الائتلاف والمعارضة أن يتعاونوا بما فيه لمصلحة البلد وأن يوافقوا على الميزانيات اللي اجت للبلد، لأنه هذا بعطي مشاريع وتطوير لبلدنا، مش يظلوا واقفين بالمعارضة اللي هي بتأديش غير لضمان بلدنا. وإحنا هدفنا أنا وأبو بشارة والأعضاء والكل انتخبنا لنخدم هذه البلد. وبمناسبة السنة الجديدة، بمناسبة السنة الجديدة كمان مرة بنرجع بنقول كل عام وأنتم بخير للأعضاء، للرئيس، للبلد كلياتها، بتأسف للبلد كلياتها، نطلب تعاون. وبهالمناسبة الجديدة إن شاء الله منبشرهم بشرة، امبارح كنا أنا وأبو بشارة بوزارة المواصلات وشارع القرية المؤدي من الدير من الكش لفصوطة توافق عليه من بعد جهد جهيد يتحول لمعهد دائرة الأشغال يتبنوهن ويبلشوا في شغل، وهذا أدى إلى قفزة نوعية كبيرة على البلد. مستقلناش، احنا ما زلنا في المجلس بالتعاون مع القائم بالاعمال بإدارة المجلس واستمراري بإدارة المجلس. ماذا مع الانتخابات القادمة 2013؟ كيف هل سيترشح مرة أخرى وديع العاصي ولا؟ على ما أظن إذا الوضع كيف هو موجود اليوم احنا مستمرين في الرئاسة، ولكن بالتشاور مع باقية الأطراف كلياتها، مش راح أكون انفرادي في رأيي، نقعد نتفق مع الكل. يعني هل سيترشح وديع العاصي أم لا؟ إذا كان هل سيرشح نفسه؟ بس دقيقة ثير، ترشيحي من وراء التأييد، من وراء الجمهور، إذا الجمهور أثر نستمر، إذا الجمهور الكتلة تبعتنا مين بتقرر إحنا معها، إذا قررت إلي أنا، إذا قررت أبو بشارة، إذا قررت لغير أبو بشارة، إحنا إيد واحدة كلياتنا، بنقررها بآخر لحظة. يعني خلينا نقول فيش أمل إنه وديع العاصي ينزل لحاله وجيري صخور ينزل لحاله؟ احنا ايد واحدة، كوم واحد، قلب واحد، وفيش تفرقة بينه وبين جماعته حتى كمان بشو لحاله. يعني اذا بتنزلوا قائمة واحدة اكيد ننزل احنا كتلة واحدة، تكتل واحد احنا وكل الجمهور الموجود.